يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض من يهتم بالتفسير المسمى التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، يقول في قوله سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يقول هذه الآية دليل على دوران الأرض، فإنها تمر الجبال كالسحاب أي تتحرك وأنت تظنها ثابتة، هل تفسيره صحيح خاصة وأن الآية في سياق آيات ويوم ينفخ في الصور فهذا يكون يوم القيامة؟ سبحان الله، يا سبحان الله، الله جل وعلا يقول ويوم ينفخ في الصور، فتمر مر السحاب هذا يوم النفخ في الصور، وهذا يقول لا الآن إنها تصير، والله يقول إنها الآن راسيات، سميها راسيات، وهذا يقول إنها تسير ما هي براسيات، هل هذا إلا مناقضة لكلام الله سبحانه وتعالى؟ ولا يجوز تفسير القرآن بهذه التخرصات وهذه والنظريات، نظريات تختلف، وأيضا نظريات عمل بشر تتغير، أحيانا تجي نظرية مسلمة ثم بعد قليل تجي نظرية تكذبها تبطلها. القرآن لا يبنى على التخرصات وعلى النظريات، القرآن تفسيره له طرق شرعية معروفة في كتب أصول التفسير وفي مقدمات التفاسير كابن جرير وابن كثير ويرجع إليها، ما يتلاعب بالقرآن يقال هذا إعجاز علمي أو هذا تفسير نظري أو ما أشبه ذلك. لكن كما ذكرت لكم الإنسان يتدبر ويتفكر في الآية ثم يراجع التفاسير هل ينطبق ما عرض له أو ما تبين له، هل ينطبق على التفسير أو لا. نعم.